في رحاب سيد الشهداء وقبلة الأحرار ونصرة لصوت الحق والعدالة والإنسانية، وعلى بركة الله نعلن من جوار حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام عن انطلاق التغطية الإعلامية الشاملة لمراسيم الزيارة الأربعينية الغراء، لنعرف العالم بأصدائها ومجرياتها نحو تكريس وعي مؤمن بالإنسان ومبادئ الحق ورفض الظلم والعدوان، سائلين المولى التوفيق والسداد لكافة وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية لنجاح مهمة التغطية وإيصال الرسالة الحسينية كاملة وتامة لجميع أرجاء العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. شكرا جزيلا. سيادة الأمير العام، حضرك الله. شكرا جزيلا.